أعزائي المشاهدين، ضيوفي في الاستوديو طلاب من كليات الطب والصيدلة، كذلك أطلقوا فيديو توعوي عن مفاهيم خاطئة تتعلق بخصوص الفم والأسنان وصحته. نتعرف أكثر على ضيوفي، لكن أكيد بعد ما نشوف الفيديو التوعوي الذي أطلقوه. هناك عدة مفاهيم خاطئة يعتقدها الناس صحيحة، من واجبنا التوعية بتصحيح المفاهيم الخاطئة. مفهوم خاطئ: أن معجون الأسنان يصح لجميع الأعمار، والصحيح أن لكل فئة عمرية معجون خاص. الطفل ينبغي أن يستخدم معجون خاص للأطفال، ولا ينصح باستخدام معجون الكبار لأن نسبة الفلورايد تكون عالية وقد تسبب اختناق في حال بلع الفلورايد. مفهوم خاطئ أن ليس كلما زاد كمية المعجون على الفرشاة زادت فعاليته، والصحيح أن يكون حجم المعجون مثل حبة البازلاء. مفهوم خاطئ أن الفرشاة الخشنة تزيل طبقة البلاك أكثر من غيرها، والصحيح أن كلما زادت خشونة الفرشاة مع مرور الوقت انعكست سلبا على صحة الفم والأسنان، وقد تسبب في انحسار باللثة أو تآكل في عنق السن. لذا ينصح باستعمال فرشاة ناعمة ومناسبة، لأن هناك أنواع لفرشاة الأسنان مع مراعاة تغييرها كل 3 أشهر، وكذلك اتباع الطريقة الصحيحة للتفريش والمشروحة لك من قبل طبيبك المعالج في العيادة. أعزائي المشاهدين، دعوني أرحب بضيوفي في الاستوديو: الدكتور فيصل خلف من كليات الرياض للطب الأسنان والصيدلة، والدكتور فهد القحطاني برضو من كليات الرياض للطب الأسنان والصيدلة. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. بداية، إحنا شفنا الفيديو اللي أنتوا أطلقتوه، هل هو هذا كان أول عمل لكم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لك هذه الاستضافة وسعيدين بتواجد معكم. بالنسبة لهذا الفيديو ليس الأول، سبق فيديو سابق يتكلم عن احتياجات الخاصة، علاجهم والاهتمام بهم، وإن شاء الله مطلعين إن شاء الله نقدم فيديوهات أكثر إن شاء الله. طيب، لو جينا شوية على الفيديو اللي أنتوا أطلقتوه دكتور فيصل، عن تكلم عن مفاهيم 8 للأخطاء الشائعة اللي موجودة، لكن إيش الأشياء اللي أنتوا حبيتون فعلا أنكم تركزون عليها وتلقون الضوء عليها أكثر؟ الأشياء اللي حبينا نطبق عليها الضوء أكثر هي عبارة عن مفاهيم خاطئة يعتقدها المراجعين والمرضى عندنا في العيادة صحيحة، بناء على معلومات مغلوطة مأخوذة من مصادر غير موثوقة. فمن هذا المنطلق قمنا بعمل هذا الفيديو التوعوي القابل للتمدد، بمعنى أنه عندنا كثير من مفاهيم خاطئة يعتقدها الناس صحيحة، وهي خطأ تحتاج إلى تصحيح من طبيب أو شخص موثوق فيه. طيب، أنتوا شفتوا المفاهيم هذه الخاطئة، يعني بحكم تخصصكم كمان في الكلية، المفاهيم هذه الخاطئة نتجت عندنا ارتفاع مثلا مشاكل الأسنان اللي موجودة في السعودية عشان هذه المفاهيم الخاطئة؟ صح، طبعا هذه المفاهيم سلطنا الضوء عليها لأنها نتيجتها صار عند في ازدياد في نسبة التسوس، زيادة في تهتك اللثة، انحصارات في اللثة، لذلك سلطنا الضوء عليها، منها طرق تفريش الأسنان، منها عدم استخدام الخيط السني، سبب معانا زيادة في نسبة التسوس. طبعا نسبة التسوس في المملكة لآخر الدراسات كان فوق 92%، هي نسبة جدا مخيفة، لذلك سلطنا الضوء على بعض الأشياء اللي إن شاء الله راح توقينا ان شاء الله من حدوث تسوسات او مشاكل في اللثه باذن الله. احنا لو رجعنا للفيديو اللي انتم مصورينه كان في لوحه فنيه، ايش معنى هذه اللوحه ولمين كانت هذه اللوحه؟ اللوحه هذه كانت لصديقي نوبوتاكا من اليابان، عباره عن تعبر عن الاسلام وسوريا. ان شاء الله انه في الاعمال القادمه يعني نرحب بالعمل معه بعد نجاح هذا العمل، ويكون اللوحات القادمة متعلقة في مجال الفم والأسنان. إحنا ضيق الوقت ما قدرنا أن ننسق معه، هو من طوكيو، التعاون كان في مجال الفم والأسنان، لكن إن شاء الله في الأعمال القادمة راح نتعاون معه. أنت لما تكلمتوا معي في أول اللقاء أنه في مفاهيم خاطئة أو في مشاكل كثيرة في الأسنان، هل هذا ممكن حيكون تمدد أكثر أنكم تحرصون على عمل فيديوهات مستقبلية أكثر وأكثر؟ طبعا طبعا الدكتور عمله ليس فقط مستقل أو يعني مخصوص أنه فقط مريض عيادة، جدول مرضى، تستقبل مرضى، لا، لازم الواحد يكون ذو قيمة
في المجتمع يعطي كل ما عنده، يقوم بندوات بأعمال تطوعية، منها أنه هذا العمل هذا اللي خلانا نقوم مثل هذا العمل اللي هو لازم الواحد يثبت نفسه في المجتمع، ومنها إن شاء الله راح إن شاء الله نقوم بأعمال أخرى تفيد صحة الأسنان بإذن الله. أنا بسألكم بعد ما عرفتوا كطلاب في الكلية وإن شاء الله بقيلكم سنة وتتخرجون إن شاء الله، زي هذه التجارب كلها يعني زي ما تقول النشاطات هذه الموجودة والتوعية هذه كلها تلمس أو ترفع روح المسؤولية اللي تكون موجودة عندهم بالذات الأطباء، أنه في رسالة وهذا لسه يعني ممكن نأهبكم قبل ما تنزلون الميدان بالضبط. بين الناس قد إيش انعكاسات هذا الشيء عليكم؟ الانعكاسات إيجابية، ونحن نعتبر دورنا ليس فقط العلاج للمرضى، نعتبر دورنا التوعية أيضا، يعني المجال مش محصور في مستشفى أو في العيادة وإنما خارج العيادة أو خارج المستشفى. طب تكلمونا عن فريق العمل اللي اشتغل معاكم، هل بعد نجاح هذا العمل وفي ناس يبون ينضمون معاكم، أفكار جديدة حتطرحونها؟ العمل طبعا كان مع التعاون مع الدكتور فيصل خلف ودكتور محمد الشريف، للأسف ما هو متواجد ولا كان بدنا نشوف يكون معنا، أيضا بمتابعة من الدكتور عبد الرحمن السفان، ودعم من الدكتور أسامة القيرن، الدكتور عمر القاضي والدكتور ركان شاهين، ومتابعة مستمرة من كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة، وإن شاء الله بإذن الله في نية أنه نستضيف كوادر إن شاء الله أخرى تفيدنا في أعمال أخرى إن شاء الله بإذن الله. طيب كلمة أخيرة تحبون توجهونها؟ إن شاء الله أن ما رح نتوقف عن تقديم مثل هذه الأعمال اللي تفيد المجتمع، وإن شاء الله أنه يكون في المستقبل نقدم أعمال أفضل وأجمل. وفي النهاية نشكركم على نكرر الشكر لكم على الاستضافة، وما في شك روتانا خليجية داعم للشباب، الشباب الأولاد والبنات كلهم، ونشكركم على إتاحة الفرصة. أكيد، وإحنا كمان من هنا نتمنى لكم النجاح الأكثر، وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات وأفلام توعوية كمان أكثر وتثقيفية عشان رفع نسبة الوعي في المجتمع. بإذن الله. شكراً. أكيد كل الشكر موصول لكم الدكتور فيصل خلف والدكتور خالد القحطاني. فهد القحطاني شكرا لك. العفو، الله يعطيك العافية. شكرا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته. سيدتي بعد الفاصل. مهما كانت الظروف لا تخذلوا أطفالكم بالوعود الكاذبة.